أهلا بكم في حلقة جديدة من سوريا اليوم، وفيها توتر متصاعد بدير الزور. إيران تجدد قصفها للقواعد الأمريكية والرئيس الأمريكي يأذن برد سريع. يومان ساخنان مرا على الشرق السوري، سجال ناري وردات فعل متبادلة بين القوات الأمريكية والميليشيات التابعة لإيران، كان مسرحها كلا من مدينة الميادين وحقلي العمر وكونيكو في ريف دير الزور. أما الحصيلة فقتلى وجرحى من الطرفين، ولم تنتهي القصة هنا. فالتصعيد العسكري خلق سجالا سياسيا موازيا ما بين الميليشيات الإيرانية التي توعدت بالرد على أي استفزاز أمريكي، في حين صرح الرئيس الأمريكي بأن بلاده مستعدة للمواجهة إن فرضت عليها. فإلى أين يسير المشهد في المنطقة، وهل من أطراف أخرى كانت لها أياد في هذا التصعيد؟ تشهد محافظة دير الزور شرقية سوريا منذ أول أمس الخميس تشهد توترا متصاعدا على خلفية قصف متبادل بين الميليشيات الإيرانية والقوات الأمريكية سقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين، حيث شهدت ساعات الليل الماضية قصفا متبادلا بين الميليشيات الإيرانية استهدفت فيه عدة نقاط توجد فيها قوات للولايات المتحدة في سوريا، وهو ما دفع واشنطن للرد بقصفها مواقع تتبع لإيران شرقية البلاد. هي رسائل يريد كل طرف أن يثبت أن له اليد الطولة في الشرق السوري. الفعل ورد الفعل، الصاروخ والآخر المضاد له. سمة دير الزور التي تتبادل فيها طهران وواشنطن الرسائل الموقعة بالبارود. بداية التصعيد بين الطرفين كانت بمقتل متعاقد أمريكي على يد الإيرانيين، وفق ما تقول وزارة الدفاع الأمريكية التي كان ردها على الأمر بسلسلة ضربات على مواقع للحرس الثوري الإيراني في الميادين ودير الزور. أوصلت واشنطن الرسالة، فردت طهران بعنف عليها. بحسب مسؤولين إيرانيين فإن القصف الأمريكي على قواتهم في دير الزور تسبب بمقتل 7 عناصر، وهذا اعتراف إيراني رسمي لم يحدث إلا نادرا في سوريا، بل إن الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة توعدت برد قاس على الأمريكيين، فقصفت قواعد أمريكية في حقل العمر وكونيكو على الضفة اليمنى من نهر الفرات، ما تسبب بسقوط جرحى في صفوف القوات الأمريكية. أمام التصعيد الناري يخرج الرئيس الأمريكي جو بايدن، يقول الرجل إن بلاده لا تريد مواجهة مع إيران في دير الزور، ولكنها مستعدة لذلك إن فرض عليها. وهنا يطرح تساؤل عن مدى توسع نطاق التصعيد ومدته الزمنية بين طهران وواشنطن. ثمة تغير ملحوظ في السجال الناري بين الولايات المتحدة وإيران، فالطرفان يدركان أن رسائل النار بينهما من الممكن أن تؤدي إلى خرق سياسي، فما خطط واشنطن أمام الجبهة الجديدة التي فتحت؟ وما الدور الذي يلعبه الروس في هذه المواجهة التي ما زالت مقتصرة على الفعل ورد الفعل؟ للنقاش معنا في الاستوديو المحلل العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال، كما ينضم إلينا من واشنطن المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا ومدير المركز الأمريكي لدراسات بلاد الشام جويل ريبورن، كما ينضم إلينا الباحث في مركز الشرق للسياسات سعد الشارع من غازي عنتاب، ومن طهران معنا الباحث في الشأن الإيراني سعيد شاوردي. لو بدأنا عميد أحمد بمرور سريع على أحداث اليومين الماضيين في شرقي البلاد، هذا القصف المتبادل والتصعيد ما بين القوات الإيرانية والأمريكية الموجودة.
أول شيء مساء الخير، رمضان كريم على الجميع، تحياتي لك ولضيوفك ولكل المشاهدين. خلينا نوسع شوي المنظار، أنه قبل اليومين دول كان واضح أنه في هناك عملية تنسيق أمريكي إسرائيلي، اجتماعات في تل أبيب مع قيادة المنطقة الشرق الأوسط، مع رئيس الأركان، مع غرف العمليات، مع وزارة الدفاع، زيارة لويد أوستن، زيارة مارك ميلي أيضا، وزير الدفاع ورئيس الأركان تماما إلى الأردن ومصر والعراق كوزير دفاع ورئيس أركان إلى شرق الفرات، والحديث عن تغيير في تراتيب القوى والأهداف الوجود الأمريكي وزيادة عدد القوات. بالمقابل كان هناك عملية زيادة شحنات وقوافل السلاح الإيراني باستغلال مساعدات والزلزال في سوريا. لكن كان ملاحظ في أشياء دقيقة، من أن هناك خرق إيراني كما هناك خرق موساد إسرائيلي لمفاصل العمل الأمريكي الإيراني. أيضا تبين أنه هناك خرق إيراني لمفاصل العمل الأمريكي في العراق وسوريا، ورح نحكي عن تفاصيله بعد شوي. أيضا براز عملية خلق أو إيجاد خلايا نائمة وخلايا نشطة لإيران في مناطق شرق الفرات. الهجوم اللي صار برميلان هجوم خطير، الولايات المتحدة الأمريكية تدرك ليس في خطورة مقتل متعاقد أمريكي أو جرح عدة جنود، بل في عمل العملية الإيرانية المنظمة والمرتبة وخرق داخل مفاصل الأمريكان. عملية الهجوم الرد ومحاولة إيجاد معادلة ردع من قبل الأمريكان بقصف الميادين وحي هرابش ودير الزور وشارع بورسعيد والمبار مناطق البادية لم تكن كافية، بدليل أن الإيرانيين قاموا بعملية الرد صباح اليوم على يوم العملية على حقل العمر ب 16 قذيفة، ومن ثم الأمس أن يتبجح نظام الأسد بالتشارك مع ميليشيات رام بالقول بدأنا الحرب على القوى الغير شرعية الأمريكية في سوريا. هذا يعني من أن هناك نوع من التوازن أوجدته إيران، يعني يعود لنقطة دليل ضعف الأمريكان في منطقة إلى نقطة أن الرد الأمريكي لم يكن بنفس المستوى، مستوى الضربات الإيرانية والهجوم على القوات الأمريكية. أرحب بك مجددا جويل ريبورن، يعني عند هذه النقطة ما تقييمك للتحرك الأمريكي خلال 72 ساعة الماضية ردا على الضربات الإيرانية على القوات الأمريكية؟ لماذا بدت إيران هي صاحبة اليد الطولة في سوريا إن صح التعبير؟ لا يوجد مقارنة بين القدرات العسكرية الأمريكية والقدرات الإيرانية، فطبعا الأصول الأمريكية في المنطقة أقوى بكثير مما يمكن للإيرانيين القيام به. نحن نتحدث هنا فقط عن تبادل محلي ليس على مستوى استراتيجي، وأنا لا أعتقد أنه يجب على أي أحد أن يغفل ويعتقد أن إيران أقوى عسكريا من الولايات المتحدة. يعني دعنا نتحدث عن الخارطة السورية سيد ريبون، في الخارطة السورية نتحدث فقط، لا نتحدث عن دولتين. أنا أتفهم ذلك، وأنا هذا ما أتحدث عنه. حتى لو كان هناك عدد أقل من 1000 جندي أمريكي على الأرض في شرق سوريا، مع ذلك فهم مدعومون بقدرات عسكرية ضخمة من قواتنا وقدراتنا الصاروخية، وأيضا الطيارات خارج سوريا ويمكن أن تضرب في خلال دقائق الإيرانيين، ولدينا قدرات استخباراتية لكي نعرف أين هي هذه الأهداف. لكن ما يحدث الآن وحتى هذه اللحظة خلال السنتين الماضيتين وحتى أكثر، حتى خلال الاغتيال لقاسم سليماني، لم يكن هنالك ردع أمريكي مناسب ضد الإيرانيين ليجعلهم يفكرون مرتين وثلاثة قبل أن يبدأوا بنوع من هذا النوع من التحركات. ولا يوجد ما يكفي من الدفع الأمريكي لكي يجعلونهم يدفعون الثمن. يستخدم الإيرانيين القوى الوكيلة، ولكن الطريق لردعهم ليس للتركيز على القوى الممثلة لهم وليس على اللعب التي بين أيديهم، ولكن التركيز على اللاعب نفسه، على الإيرانيين نفسهم، وهذا لم يحدث منذ قتل قاسم سليماني. لذا نرى أن هنالك تهالك في قوى الردع السنتين الماضيتين وأكثر. سعد الشارع، أرحب بك مجددا، ما خفايا هذا التصعيد وما سر التردد الأمريكي بتقديرك في الرد على كل تلك الهجمات؟ هل كان الرد بتقديرك بنفس مستوى الضربات؟
تحية لك وللسادة المشاهدين ولضيوفك الكريم. كان من الواضح أنه منذ عدة أشهر وربما من العام الأخير أرادت الميليشيات الإيرانية أن تغير قواعد الاشتباك في عموم سوريا وتحديدا في المنطقة الشرقية. ما تريد إيصاله إيران أنه قصف بقصف إذا ما قصفت الولايات المتحدة الأمريكية أو الطيران الإسرائيلي أي نقاط للميليشيات الإيرانية خاصة في المنطقة الشرقية، فتريد الميليشيات الإيرانية أن ترد في ذات مكان الاشتباك وبالقرب من القواعد أو تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية المتواجدة في منطقة شرق الفرات. بدأ هذا التغير ربما من وصول الميليشيات الإيرانية لقاعدة التنف العسكرية الاستراتيجية التي تحيطها القوات الأمريكية بقوة عسكرية جدا كبيرة وخطوط حماية جدا كبيرة. استطاعت الميليشيات الإيرانية الوصول ثلاث مرات إلى هذه القاعدة، بل واستهدفتها بالسلاح الذي نوعا ما هو يثير الريبة والشكوك لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولدى إسرائيل هي بالمسيرات. أيضا الاستهداف الأخير في منطقة شرق الفرات، أحد المواقع تأكد وصول المسيرات الإيرانية لهذا المكان، فهذه هي تقريبا الرسالة الإيرانية. تأخر أو لا يوجد تكافؤ حقيقة في الرد الأمريكي هو ربما نتيجة الاستراتيجية بشكل عام. هنا نتكلم الاستراتيجية الأمريكية ضد إيران في سوريا، هي كانت يعني خلال السنوات الأخيرة خلال الأشهر الأخيرة تحديدا هي سياسة متهادنة نوعا ما، لا تريد أي تصعيد، وهذا ما أعلنته حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية. بل أنه حتى كان من المؤسف أن يكون الرد الأمريكي أحيانا مشابها للرد الخطاب لنظام بشار الأسد، عندما قالت أمريكا عندما استهدفت قاعدة التنف العسكرية أنها تحتفظ بالرد في الزمان والمكان الذي تراه مناسبا. ربما يعني هذا الأمر لو كان في غير ساحة قتالية في غير سوريا وربما حتى في غير العراق لكان الرد الأمريكي صارما وقويا ضد هذه الميليشيات، لكن أعتقد أن يعني عملية التهادن هي مرتبطة بتخفيف حدة التوتر بين الطرفين. لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية تصعيدا، وفهمت الرسالة الميليشيات الإيرانية، لذلك بدأ التصعيد لتختبر مدى جدية الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك، ولتختبر ربما هنا بين هلالين صبرها. الآن الميليشيات الإيرانية تسيطر على منطقة جدا استراتيجية في سوريا وهي ضمن منطقة عمليات واشنطن، ابتداء من نهر الفرات في يعني في حوض الفرات وصولا حتى الحدود الجنوبية لسوريا المحاذية للأردن. هذه المنطقة التي تتنقل فيها الميليشيات الإيرانية بشكل جدا كبير، وتعتبر هذه المنطقة الحاوية على الطريق الرئيسي الذي تنتقل فيه الميليشيات الإيرانية من شرق سوريا وصولا إلى جنوبها، بما يضمن أيضا هذا الطريق لتحرك شحنات السلاح ولتحرك أيضا العناصر، كون أن هذا المعبر الرئيسي الوحيد الذي يربط مناطق وسيطرة نفوذ إيران ابتداء من العراق وصولا حتى سوريا. وأيضا هذا هو الطريق الذي يسمى حاليا بطريق الكبتاغون الثاني أو الطريق الرئيسي الذي توصل فيه الميليشيات الإيرانية الكبتاغون لمناطق مختلفة من منطقة الشرق الأوسط تحديدا الخليج العربي. ما حدث خلال الساعات الأخيرة في حوض الفرات هو في ذات السياق، المسافة التي تفصل بين مناطق وسيطرة نفوذ كلا الطرفين. الولايات المتحدة الأمريكية تتواجد في منطقة شرق الفرات في نقاط عسكرية ارتكاز جدا مهمة، الأولى هي حقل العمر النفط الذي يبعد 13 كيلومتر تقريبا عن أولى النقاط العسكرية للميليشيات الإيرانية في مدينة الميادين، وأيضا معمل غاز كونوكو في عمق هذه المنطقة. وهنا أعتقد أن يعني تطور في هذه الرسالة أنه لم يعد الاستهداف فقط على حوض نهر الفرات، بل الدخول إلى عمق هذه المنطقة إلى عمق منطقة شرق الفرات. طيب، بالوصول إلى منطقة الشدادي والنقاط العسكرية على هذه النقطة مع العميد أحمد، ولكن قبل ذلك سعيد شاوردي أرحب بك مجددا. إن كانت واشنطن لا تريد التصعيد وهذا ما بدا من خلال تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس، إذا ما مصلحة إيران في استفزاز القوات الأمريكية؟ ولماذا يبدو من خلال الإعلام الإيراني أن طهران انتصرت على الولايات المتحدة في سوريا في حين لا زالت تعاني لا سيما في خطوط الإمداد؟ سعيد شاوردي صوتك لا يصل. سعيد شاوردي سنعود إليك ريثما يتم إصلاح المشكلة الصوتية. أعود إليك عميد أحمد رحال، هل انتقلت إيران لمرحلة جديدة من التصعيد مع استخدامها الطائرات المسيرة أو طائرات الدرون ودخولها إلى عمق التواجد الأمريكي في سوريا؟ قبل قليل تحدثت لنا عن خرق إيراني
لدى القوات الأمريكية في سوريا، هل هو هذا الخرق الذي تتحدث عنه؟ أول شيء بننتبه نتعامل مع سوريا اليوم على أنها أصبحت قاعدة إيرانية متقدمة تملك كل مواصفات القدرات العسكرية، هي تملك قدرات صاروخية، تملك قدرات دفاع جوي، تملك قدرات طيران مسير، تملك القدرات البشرية والعتاد والورش، وعلى الأرض لديها مقرات قيادة ولديها قواعد جوية ولديها أكثر من موقع، حتى مصادر أو خطوط إنتاج السلاح بدأت في سوريا. وبالتالي هذا هو الواقع الذي تساهلت مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران اليوم في سوريا تملك وتستطيع أن تتحرك كما تشاء. هذه نقطة. النقطة الثانية، يعذرنا الصديق جويل أنه عندما نتحدث عن الموازين القوى أو نتحدث عن ما يحصل اليوم ما بين إيران وأمريكا، نحن لا ندخل في عملية موازنة وقدرات قتالية متبادلة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نحن نتحدث عن جزئية معينة صغيرة هي في منطقة شرق الفرات، هي في منطقة سورية، ومن هنا تبرز من أن إيران هي من تتحرش. النقطة الثانية على موضوع رمزية العالم الأمريكي، نحن ما كنا نقول أين رمزية العالم الأمريكي. في الثمانينات في حرب الخليج العراقية الإيرانية، عندما تحرشت إيران بسفينة أمريكية، كان الرد الأمريكي تدمير البحرية الإيرانية. 29 قطعة بحرية إيرانية دمرت في ليلة واحدة، بينما في عهد أوباما 11 جندي أمريكي يؤسرون ويزلون من قبل إيران والحرس الإيراني ولا رد. وبالتالي اليوم موضوع التجرؤ الإيراني، ما هو الخرق الذي تحدثت عنه والتجرؤ الإيراني؟ إيران أعلنت في الاجتماع الثلاثي في طهران التركي الروسي الإيراني من أن الوجود الأمريكي في سوريا وجود غير شرعي وعليه الخروج. على الأرض قامت إيران والحرس الثوري الإيراني في عملية خلق وإيجاد خلايا نائمة، وقامت أكثر من مرة في عملية قصف للقواعد التحالف والقواعد. الولايات المتحدة الأمريكية كان لديها أول أمس 5 حوامات تنتقل من كردستان العراق إلى قاعدة خراب جير أو رميلان في جنوب الحسكة. كان هذا الأمر مكتشف من قبل إيران، وطائرة مسيرة إيرانية لاحقت الحوامات الخمسة من داخل الأراضي العراقية حتى قاعدة ميلان، ولحظة هبوطها هاجمتهم الحوامة وقامت بإلقاء قنبلة فقتلت عنصر وجرحت 6 آخرين. كيف حصل الإيرانيون؟ بالمناسبة كيف استطاعت تلك الحوامة من اللحاق بهم لأكثر من 150 كيلومتر دون أن تكتشفها الولايات المتحدة الأمريكية؟ إذن هناك خرق. وبالتالي بهذه النقطة نحن نقول من أن الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الموقع لم تكن تتعامل بقدراتها وبعزة الولايات المتحدة الأمريكية، بدليل منذ سنوات الولايات المتحدة الأمريكية تحدثنا أن معظم السلاح الإيراني يأتي عبر البوابة الإيرانية من البوكمال إلى التناف، وهناك تعديات إيرانية على التنف لأكثر من مرة. لماذا لم يغلق هذا الكوريدور أمريكيا؟ هنا يأتي السؤال. وهي نفس الانتقادات التي وجهها نواب جمهوريون في الكونغرس الأمريكي لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. عاد إلينا سعيد شاوردي من طهران. سعيد شاوردي، كنت أسألك ولم يكن صوتك يصل إلينا، كنت أسألك ما حجم الرد الإيراني؟ وإن كانت واشنطن لا تريد استفزاز القوات الإيرانية في سوريا، لماذا أو ماذا تريد طهران من وراء استفزاز القوات الأمريكية هناك؟ تحية طيبة لك همام ولضيوفك ولجميع المشاهدين. لا أعرف يعني الصوت واصل ولا لا. نعم يصل يصل، تفضل. نعم بكل تأكيد همام، يعني نحن تواجدنا كما تعرف يعني هو في سوريا تواجد شرعي، هي المشكلة في التواجد غير الشرعي الأمريكي الذي يعني الولايات المتحدة دخلت سوريا دون إذن من الحكومة السورية، دون إذن من يعني الأمم المتحدة ولا حتى من قبل مجلس الأمن. فالمشكلة هي في الولايات المتحدة وفي بقائها. هذه المشكلة ينبغي أن تنتهي بكل تأكيد. اليوم لا الشعب السوري ولا حكومته ولا أحد حتى في المنطقة يريد بقاء الولايات المتحدة في سوريا. نحن لا نستفز أحدا، على العكس الولايات المتحدة هي التي تستفز. الولايات المتحدة هي التي ضربت قواعد إيرانية وجماعات محسوبة على إيران في سوريا، وهذا استفزاز واضح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية
وهذا خدمة لإسرائيل. إسرائيل تريد إضعاف التواجد الإيراني في سوريا وتشعر به على أنه يشكل خطر عليها، والولايات المتحدة الأمريكية تريد إضعاف هذا التواجد. ولكن لا أعتقد يعني هذا التواجد، وضيوفك يعرفون هذه الحقائق بشكل واضح، أنه لم يضعف بل أنه ازداد، وذلك بسبب يعني ترحاب الحكومة السورية بهذا التواجد الإيراني العسكري وحلفاء إيران في سوريا من ضمنهم حزب الله ومجموعات أخرى. فاليوم الولايات المتحدة لا يقبل أن تبقى هناك تسيطر على النفط وتنهب النفط وتبيعه لمجموعات إرهابية كانت تبيع النفط إلى داعش ومجموعات أخرى ولدول في المنطقة، والشعب السوري محروم من النفط ومن القمح الذي تنهبه الولايات المتحدة. فأخي الكريم، رسالتنا واضحة، نحن ذهبنا إلى سوريا بدعوة رسمية من قبل الحكومة السورية لمحاربة الإرهاب. نحن لم نشارك في القتال ضد الشعب السوري بكل تأكيد. إذا ما كانت هناك مشاكل سياسية داخل سوريا فهذه المشاكل نعتقد منذ البداية وحتى الآن وإلى النهاية أنها ينبغي أن تحل عبر حوار سوري ولا تتدخل يعني أي دولة. دخلنا في موضوع آخر الآن، لأنه دور إيران لم يكن في هذا الإطار أبدا. يعني تظهر إيران وكأنها الملاك أو حمامة السلام التي جاءت إلى سوريا، والعكس صحيح بكل الأحوال. أعود إليك. نعم، كي لا نضيع الوقت. جويل ريبون، تابعنا سيد ريبون، تابعنا انتقادات عدة من نواب جمهوريين على رأسهم فرينش هيل، على رأسهم أيضا لينسي جراهام، لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. هل تمنح الإدارة الأمريكية هؤلاء أذنا صاغية في طريقة الرد على التحرشات، لو صح التعبير، الإيرانية للقوات الأمريكية في سوريا؟ دعني أبدأ بقولي أنا لا أستمتع بكثير، أنت ضحكت كثيرا من ما قاله زميلك في ضيفك في طهران. كنت أعد عدد الكذبات التي قالها وعددت حوالي 17 كذبة قالها في مرة واحدة، ولا أعتقد أن أي سوري لا يفهم دور النظام الإيراني داخل سوريا. بالعودة إلى قاسم سليماني، صحيح، فيما يتعلق بالجانب الأمريكي، هناك بالتأكيد كما ذكرت فرينشيل وذكرت أيضا رجال الكونغرس الآخرين الذين بدأوا، أعتقد يضيقون الخناق والموقف ضد الأسد، ليس فقط فيما يتعلق بالكبتاغون، ولكن أعتقد رأينا الإحباط في الكونغرس بأن قانون قيصر حتى الآن لم يتم تنفيذه بشكل أدق، وسنرى أن هناك شيء سيحدث في هذا السياق في الأشهر القادمة، وهناك قد يكون الفرق. ولكن هذا يشير إلى حقيقة، الولايات المتحدة لديها أدوات تحت تصرفها، وبشكل صادق في السنتين والشهرين الماضيين لم نستخدمها، لم نستخدم العقوبات على النظام الإيراني والتي كانت أدت إلى سقوط النظام الإيراني أو نظام الخميني لو تم تنفيذه بشكل صحيح، ولم ننفذ قيصر بشكل صحيح لإجبار بشار الأسد على الأقل ليوقف حربه ضد الشعب السوري، ولم يكن هناك وقت لدى الروس أي شيء ليتعاملوا معه. إذن أعتقد أنه بشكل عام نستطيع القول بأن الولايات المتحدة لا تستخدم ولا ربع ولا جزء لماذا؟ من يعني ربما السؤال الأهم التي يمكن أن تستخدمها لمحاولة أن تحسن الحصائل في سوريا، وهذا محبط للغاية ليس فقط للشعب السوري ولكن أيضا لكثير من الأمريكيين. لماذا؟ هذا هو السؤال الأهم، لماذا لا تستخدم الولايات المتحدة ما تملك من أدوات، سواء أدوات العقوبات أو حتى الأدوات العسكرية، في كبح جماح الإيرانيين والنظام السوري؟ أعتقد هناك استمرار لسياسات إدارة أوباما فيما يتعلق بمحاولة تخفيف الضغط عن النظام الإيراني وأيضا حلفائه، بأمل أن يكون هناك نوع من أنواع الصفقات الدبلوماسية، سواء العودة إلى الاتفاق النووي أو بعض الترتيبات قصيرة الأمد، أو لكن هذا ليس بالشيء الصحيح، لأن النظام الإيراني لا يريد أن يخفف التصعيد، هو بشكل تحت الخميني والحرس الثوري سيستمر ويستمر 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 حتى يتم لكمه على وجهه، وعندها سيتراجعون، وهذا ما يتم إثباته مرة بعد أخرى. إذن إن لم تقم بشيء لردعهم فسيستمرون فيما يقومون به في شرق سوريا وفي الأثياء. سعيد شاوردي، يبدو بأنه لديك تعليق.
تفضل ولكن بعجالة لو سمحت كي أنتقل لسعد الشارع. شكرا همام على هذه الفرصة. سريعا. يعني فقط في البداية أرجو أن تقول لضيفك أن يكون مؤدبا عندما يتحاور مع ضيف آخر، لا يقول له كاذب، نحن لسنا كاذبين، إذا ما كان أحد كاذب هو أنتم الذي كذبتم ودمرتم العراق بحجة أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل وبعد 20 يعني عام. لا نود الدخول في سجال الآن من هو الكاذب ومن هو الصادق، السوريون هم من يحددون بصراحة يعني نحن. هذا يعني يجب أن يكون مؤدب يا أخي في الحوار. عميد أحمد سريعا يعني تفضل. أنا ما في هيك كلام نعم. ولكن يعني هو الذي يكذب الآن ويقول لي أنت كاذب. على كل حال نحن متواجدون في سوريا من أجل محاربة الإرهاب. نعم. وداعش. شكرا 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 سعيد شاوردي. شكرا شكرا. نعم نعم يعني لا نحتاج إلى شرح المشروح، يعني لا نحتاج إلى شرح المشروح، جميعنا يعلم الدور الإيراني في سوريا ما هو منذ 11 عاما إلى الآن. سريعا أمر مؤسف أن يخرج علينا ممثل عن القتلة والمجرمين في سوريا ليعطينا دروس في الوطنية ومن هم الأعداء ويقيم لنا الدور الإسرائيلي في سوريا. نحن كسوريين من نقيم ما هو دور الجميع؟ كل إيراني موجود في سوريا من الحرس السوي الإيراني ومن زينبيون من فاطميون هو مجرم وقاتل ومدمر للشعب السوري. لذلك أرجو ألا يخرج علينا من يعطينا في دروس وطنية ودروس في تقييم دور الدول في سوريا. سعد الشارع، ما حقيقة ما تحدثت عنه سابقا صحيفة وول ستريت جورنال بأن هناك توجه لدى الولايات المتحدة بتخفيف تواجدها في الشرق الأوسط على حساب تعزيز تواجدها في آسيا، وهل يقع هذا الهدوء الأمريكي أو الصبر الأمريكي ضمن هذا الإطار برأيك، ضمن هذه الاستراتيجية؟ نعم، يعني من الناحية العسكرية أو من ناحية الثقل العسكري ما زال الحضور الأمريكي في سوريا هو ضمن المستويات ربما المطلوبة لأهداف الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الجغرافيا. عدد القوات ربما يعني لا يتجاوز 1000 مقاتل سواء في قاعدة التنف العسكري أو في منطقة شرق الفرات. هذا العدد هو يضمن للولايات المتحدة الأمريكية تحقيق الأهداف الأساسية لتواجدها ضمن الجغرافيا السورية، وهنا ربما بعيدا عن العمليات القتالية التي تحتاج عدد من المقاتلين الأكثر أو نقاط عسكرية ارتكاز أكثر. ما زال الولايات المتحدة الأمريكية عدة أهداف في هذه المنطقة غير متعلقة، هنا أتكلم هذه الأهداف بما بقتال الإرهاب المتمثل بتنظيم داعش الذي ما زال يمتلك خلايا في كلا المنطقتين سواء في البادية السورية أو في منطقة شرق الفرات. أن هذا الحضور هو مرتبط بقضايا لا تتعلق بموضوع قتال تنظيم داعش، بل هو ربما وأعتقد أن هذه الجملة ربما تزعج البعض، هو لضبط إيقاع وجود الميليشيات الإيرانية في عموم الجغرافيا سوريا وتحديدا في الجزء الشرقي من سوريا. بالأساس هو وصول الميليشيات الإيرانية إلى منطقة البوكمال هذه المنطقة ووصولها أيضا لمدينة الميادين هذه المنطقة التي تنطلق منها الصواريخ التي تستهدف قواعد الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة شرق الفرات. وصلت الميليشيات الإيرانية لهذه المنطقة نتيجة تفاهمات بين واشنطن من جهة وموسكو من جهة، عرفت في ذلك الوقت باتفاقيات كيري لافروف. في ذلك الوقت كانت تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية دعما لكثير من فصائل المعارضة السورية، استطاعت هذه الفصائل في فترة زمنية معينة من الدخول حتى الحدود نعم. الإدارية لمحافظة دير الزور، لكن توقف الدعم عن هذه الفصائل وتمكن بعد ذلك قاسم سليماني بمساعدة روسيا وأيضا إسناد جدا قوي من جيش من النظام السوري ووصل إلى مدينة البوكمال، وبالتالي خلق هذا طريق البر الذي يربط مناطق وسيطرة نعم. نفوذ إيران. أساسا هذه المنطقة هي تقع بين نقطتين عسكريتين أو قاعدتين عسكريتين للولايات المتحدة الأمريكية. الأولى هي لا تبعد عنها سوى بضعة مئات من الأمتار وهي قاعدة الباغوز، آخر نقطة عسكرية تم طرد تنظيم داعش منها في شرق الفرات، والأخرى هي للجنوب هي في قاعدة التنف العسكرية. وجميع الأرتال العسكرية التي تمر من العراق إلى سوريا للميليشيات الإيرانية هي بصورة أو أخرى هي تقع أمام أنظر الولايات المتحدة الأمريكية وتتحرك، يعني لا أقول هنا بعلم لكن ضمن مرمى أهداف الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هذا الوجود العسكري هو مرتبط بخلق التوازنات في هذه المنطقة، ضبط إيقاع باقي المتواجدين على الجغرافيا السورية وتحديدا الميليشيات الإيرانية. إيران هنا وهذه النقطة الأساسية، إيران ربما يعني اختبرت جيدا ردود أمريكا، هي قصفت عدة مرات النقاط العسكرية الأمريكية، لذلك بدأت تتوسع، توسعت جنوبا واستهدفت
استهدفت قاعدة التنف العسكرية، والآن هذا الاستهداف الجديد هو في عمق المنطقة التي تعتبر هي منطقة أمريكية تدعم بها قوات سوريا الديمقراطية، سواء في رميلان أو في الشدادي، في عموم نقاط العسكرية في الحسكة. والتطور الذي سبقه وهو كان الأهم هو وجود عسكري إيراني في منطقة شرق الفرات بعد عملية نبع السلام. الآن إيران لديها نقاط عسكرية سواء مشتركة أو منفردة، وهي أيضا تدعم عدة مجموعات سواء قوات النخبة أو مجموعات تتبع لحزب الله اللبناني في هذه المنطقة. وبالتالي عملية الاحتكاك بين الطرفين هي سوف تتزايد تدريجيا، كون أن المساحة الجغرافية التي تجمعهم هي كبيرة، لكن هو ضمن المستوى المطلوب، لا يوجد أي تغير في قواعد الاشتباك. هي هذه الأدوار هي متقاسمة في هذه سعود المنطقة إليك مباشرة. ولا أعتقد أن الأمور هي سوف تنفلت أو تذهب لأكثر من ذلك. سعود إليك مباشرة سعد الشارع، ولكن بعد متابعة محطات التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في سوريا خلال الساعات 72 الماضية، نتابع معكم هذه المادة. هذا وانتقد المشرعون الجمهوريون الرئيس جو بايدن على ما وصفوه بالضعف في الرد على استهداف القوات الأمريكية في سوريا، إذ تحدث عدد منهم أن المعاملة المتبادلة الواضحة بين الولايات المتحدة وإيران تظهر ضعف إدارة بايدن. السيناتور الجمهوري لينسي جراهام قال إنه يخشى من أن الجنرال مارك ميلي ووزير الدفاع لويد أوستن لا يثبتون أنهما على مستوى مهمة توفير الرد الذي تحتاج إليه أمريكا للبقاء آمنة. ومع ذلك فإن اللوم النهائي للسياسة الخارجية الفاشلة والوضع العسكري يقع على عاتق الرئيس بايدن. وكتب السيناتور الجمهوري توم كوتون إنه لو كان بايدن قد رد بقوة على عشرات الهجمات الإيرانية السابقة لكان من الممكن منع هذه المأساة. فيما نشر النائب مايك وولتز وهو أيضا جمهوري من فلوريدا أن الهجمات المدعومة من إيران زادت بعد تولي بايدن منصبه، مدعيا أن الرئيس ينتهج سياسة الاسترضاء بدلا من الردع. وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن القوات الأمريكية في سوريا والعراق تعرضت لنحو 29 هجوما من الميليشيات المدعومة في إيران منذ تشرين الأول الماضي من دون رد حاسم من قبل الجيش الأمريكي. هنا عند هذه النقطة أعود إليك جويل ريبون، أعود إليك عند هذه النقطة. 29 هجوم على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق منذ أقل من 5 أشهر، ما حدود الصبر الأمريكي؟ أعتقد أن الصبر انتهى، ولكن أعتقد أن هنالك الكثير من الصبر الذي قدم. وأنا لا أتفق، أنا لدي احترام للسيناتور جراهام، ولكن لا أتفق معه فيما يتعلق بالسكرتير أوستن. أوستن كان المسؤول في الجيش وهو يعرف كيف يتم التعامل مع المسيرات ويعرف كيف يتعامل مع وكلاء النظام الإيراني. قام بهذا في بغداد، حتى عندما كنت في بغداد كضابط عسكري أعرف أن أوستن
أوستن يستطيع، لو أعطي الحرية لاستطاع أن يقوم بعمل استراتيجية قوية لجون غوريلو ليقوم بالإجابة على هذا ويكون هناك ردع. لكن صبر أمريكا قد انتهى أعتقد في واشنطن، وأنه يجب أن كان ينتهي منذ زمن بعيد وليس الآن. ما مؤشرات، هل من مؤشرات لتصعيد محتمل بين الطرفين؟ ولو كان هناك أي مؤشرات، هل يمكن بعجالة المقارنة ما بين القوات الموجودة في سوريا والقوات الموجودة في سوريا عند إيران وعند الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة الأمريكية وضعت نفسها في ورطة. يعني أنا أتفق مع لينسي جراهام، السيناتور لينسي جراهام عندما يتحدث عن عدم وجود معادلة ردع. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية قادرة من أن تضع استراتيجية جديدة، من أن تضع أو تبني تحالفات جديدة، من أن تقوم بعملية إيجاد معادلة ردع قوية. أنا تحدثت عن أكثر من حادثة، عندما تكون هناك قوة ردع وقدرة أمريكية وضربات مؤلمة. سؤال، إسرائيل كل أسبوع تضرب إيران، لماذا لا ترد إيران على إسرائيل؟ لماذا لا تهاجم؟ في الجولان الجنود الإسرائيليين على بعد مئات الأمتار من الإيرانيين وحزب الله، لماذا لا تجر إيران وحزب الله ونظام الأسد على ضرب جندي إسرائيلي واحد؟ لأن هناك معادلة ردع إسرائيلية قوية تدرك إيران ويدرك حزب الله، أي اعتداء على جندي إسرائيلي يعني حرق المنطقة بالكامل. لماذا يتم التجرؤ على الولايات المتحدة الأمريكية؟ لماذا 29 هجوم خلال أقل من 5 أشهر؟ إذن هناك ضعف في الهيبة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بحاجة إلى إعادة بحاجة إلى إعادة إبراز القوة، إبراز الوجود. القوة ليس في أن تنشر عدد الجنود، وليس في عدد المنصات، وليس في عدد المنظومات الصاروخية والطيران. القوة الأمريكية بالعلم الأمريكي. يكفي أن نقول أن هناك علم أمريكي شرق الفرات لكي تردع إيران وحزب الله وكل تلك الميليشيات. هذه الهيبة فقدت لأن أمريكا لم ترد الردود المناسبة، ضربة هنا وضربة هناك وتحرش صغير. ليخرج علينا بيان منذ قليل من ميليشيات إيران ويتحدث عن معادلة الردع والرد بالمثل على الولايات المتحدة الأمريكية. أين قوة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الأمر؟ هذا دليل ضعف، هذا دليل من أن الإدارة الديمقراطية لجو بايدن لا تعطي الموضوع حقه، ومن أن هذا ما دفع كوتون ولينسي جراهام لانتقاد السياسة الأمريكية. لذلك يعذرنا جو روبون، القيادة الأمريكية هي من تضعف قدراتها، القيادة الأمريكية هي من تضعف العالم الأمريكي. وبالتالي أمام هذا التهاون العسكري وأمام التهاون السياسي في المنطقة، تذهب السعودية إلى الصين وتذهب دول إلى أماكن أخرى إلى روسيا وسواها، ويتفلت شرق الفرات من يد الولايات المتحدة الأمريكية وتتفلت كل المنطقة. ليس لأننا لا نريد التحالف مع أمريكا، بل لأن أمريكا أثبتت أنها الأضعف في مناصرة الحلفاء. هل من مؤشرات للتصعيد سعد الشارع؟ لا أعتقد ذلك. يعني السياسة الأمريكية وللأسف نقولها يعني اتجاه إيران هي ما زالت ذاتها، يعني فلا أعتقد أن يكون هناك تغيير. إن صعدت العمليات العسكرية فهي ربما من منظور عسكري بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو مسيطر عليها، طالما أن الأمور لم تتجاوز خطوط حمراء هنا حتى عسكرية فالأمور يعني مسيطر عليها. أساسا تدرك الولايات المتحدة الأمريكية أن قرب نقاطها العسكرية من الميليشيات الإيرانية هذا يعني أن هناك احتكاك عسكري سوف يكون مباشر وسوف يكون مستمر، لكن لا يؤثر شيء، لا يؤثر على قواعد الاشتباك التي تريد حقيقة إيران أن تغير هذا قواعد الاشتباك، لا تريد أن تشكل نقاطها العسكرية أي تهديد عليها مباشر من قبل الميليشيات أو عفوا من قبل القواعد العسكرية الأمريكية. لذلك لا أعتقد أن يكون هناك يعني تغير في هذه الاستراتيجية، لأن أي تغير عسكري في هذه المنطقة هو مرتبط ارتباط مباشر بتغير الاستراتيجية الأمريكية اتجاه إيران في المنطقة، وهذا لا يوجد إليه أي مؤشرات سياسية أو حتى مؤشرات عسكرية اتجاه هذا الأمر. لذلك أعتقد أن الأمر سوف يبقى على ما هو عليه، تصاعد العمليات العسكرية من قبل الميليشيات الإيرانية، ردود مباشرة تكون من قبل النقاط العسكرية الأمريكية، لكن على ما يبقى هو الوضع عليه، النقاط العسكرية هي ذاتها. لا أعتقد أن هناك تغيير على الأقل في المدى المنظور الذي نشاهده. أذهب إليك سعيد شاوردي، فيما لو ذهبت الأمور نحو
مزيد من التوتر بين الطرفين الأمريكي والإيراني في سوريا، ما مدى جاهزية إيران فعلا للتصعيد بغض النظر عن بروباغندا الإعلام الإيراني الذي يحاول أن يظهر القوات الإيرانية وكأنها اكتسحت العالم في الضربات الأخيرة التي شنتها على قاعدة التنف، وإيران التي بالكاد تتنفس في سوريا وأسبوعيا شبه أسبوعيا هناك ضربة إسرائيلية تتلقاها؟ تمام، بس يعني اتمنى كنت يعني تعطيني وقتا، انت تفضل معك ثلاثة ضيوف هم يتحدثون بلقه واحده وانت وياهم نعم نعم يعني انا يعني اذا وصلني الدور تقطع بنص دقيقه. لا 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 تفضل تفضل معك وقت تفضل، اما داعيني اشارك واما يعني اذا رمزيه مشاركتي فلا يعني فائده من هذه المشاركه. تفضل الوقت معك أخي العزيز. يعني أنتم مرة بتقولوا أن إيران ضعيفة ومهزومة، ومرة بتقولون أن إيران يعني دمرت المنطقة وأمريكا وإسرائيل وكل العالم مش قادر يفعل شيء يعني ضدها. الآن ضيفك يتكلم في الاستوديو عن أنه لماذا لا تستخدم الولايات المتحدة قوتها العسكرية لضرب يد من حديد على إيران؟ عزيزي تعرف لماذا؟ لأن الولايات المتحدة لا تستطيع القيام بذلك، لا تستطيع. يعني هذا الزمن انتهى ومضى وأصبح من الماضي أن الولايات المتحدة تضرب القوات الإيرانية. اليوم بايدن يضرب لما كانوا يظهر كل الأيام هو الرئيس الشخص الأول في الولايات المتحدة الأمريكية ويرفع إيده وبيقول أنه نحن لا نريد حربا مع إيران. هذا لماذا يقول هذا؟ لأنه يعرف إذا ما ضرب سوف يضرب بعشرة. هذا كلام للقادة العسكريين الإيرانيين. نحن لا نريد حربا في المنطقة. أنا قلت لك نحن لا نريد أن نقول نحن أقوياء ونريد أن نشعل المنطقة بنيران الحرب، على العكس من ذلك نريد السلام والهدوء لهذه المنطقة. ولكن كما قلت المشكلة في الولايات المتحدة التي تأتي للمنطقة، مرة تحتل العراق، مرة تحتل أفغانستان، مرة تدخل في سوريا، مرة تشارك في تدمير ليبيا وحروبها ودمارها ضد شعوب هذه المنطقة. طيب جاوبني على السؤال سعيد شاوردي. نعم أنا قلت لك يعني أجبني عن السؤال، هل إيران فعلا جاهزة للتصعيد ولمواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة ومن ورائها إسرائيل؟ بكل تأكيد إيران مستعدة للرد على الاعتداءات الأمريكية، وأنا أؤكد لك أن من سيخرج من سوريا هي الولايات المتحدة والاحتلال الأمريكي سوف ينتهي. التواجد الإيراني وحلفاء إيران بما أن هناك طلب من قبل الحكومة السورية سيستمر إلى فترة طويلة إلى أن تكون سوريا قادرة لوحدها على الدفاع عن نفسها أمام الإرهاب. ضيفك يعني دائما يهاجمني اللي جالس وياك في الاستديو يقول أنتم قاتلين. يا أخي العزيز لولا هذه المشاركة من قبل إيران وحلفاء إيران مع الجيش العربي السوري البطل لليوم كانت سوريا ليبيا أخرى بفعل التدخل الأمريكي والدعم الأمريكي والإسرائيلي للإرهاب في داخل سوريا. يعني أنت لماذا ما بتشوف ماذا فعلت الولايات المتحدة في أفغانستان بعد 20 عام؟ يا أخي هو الموضوع عن المواجهة ما بين الولايات المتحدة وإيران داخل سوريا، يعني تذهب بنا إلى زوايا أخرى وثم تقول لي لماذا تقاطعني؟ همام فقط سأرد على هذه النقطة. يا عزيزي الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد تواجد إيران في سوريا خدمة لإسرائيل، لأن إسرائيل تشعر بالتواجد الإيراني في سوريا خطر عليها. إيران بنت قوة عسكرية هناك في سوريا وإسرائيل قلقة من هذا، والقوة العسكرية اكتملت. يعني فشلت الولايات المتحدة وإسرائيل في تدمير هذه القوة العسكرية التي بنتها إيران وحلفائها والجيش العربي السوري. فاليوم هم الذين سيهربون من المنطقة، ليس شعارات، هذه وقائع. يعني النواب في الكونغرس الأمريكي يعرفون هذا ويعرفون لماذا لا يرد بايدن، لأنه يعرف أن خسائره ستكون كبيرة جدا. يعني نعم 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 إلى هنا إلى هنا دعني أخذ تعليق من العميد أحمد رحال يقول بأنه الولايات المتحدة تعرف بأنه أي مواجهة مع إيران ستكون خسائرها كبيرة بالنسبة لها. أولا أنا لست عزيزه، هو يمثل نظام مجرم وقاتل ولا يشرفني أن أكون أعرفه، ومن يمثل هذا النظام بإجرام هذا النظام هو مجرم
كالنظام. اثنين، كأني أستمع للأم تيريزا عندما تتحدث عن السلام، عندما يحدثنا من أن سوريا لا يريدون إشعال حرب فيها، وهم نقلوا أسلحة ومعدات وصواريخ إلى سوريا قادرة على تدمير ثلاث دول، أصبحت ساحة حرب سوريا. أصبحت ساحة حرب، ثم يخرج عليه يقول نحن لا نريد. عندما يشعر بالخوف من إسرائيل يتهرب من أنهم لا يريدون الحرب، يذهبون إلى شرق الفرات ليهددون بدء حرب. الشعب السوري مل من هذا الخطاب ومن هذه الكلمات التي لا تعكس الحقيقة. إيران دمرت سوريا، إيران دمرت الشعب السوري، وبالتالي على إيران أن تخرج من سوريا، والشعب السوري يبحث من هم الأصدقاء ومن هم غير الأصدقاء. تعليق المبعوث الأمريكي إلى سوريا سابقا جويل روبون، تعليق أخير على موضوع الحلقة سيد جويل. أولا أريد أن أقول أنا سعيد أننا استطعنا نتفق جميعا أنه اليوم نحن في الأيام الأولى من رمضان. أعتقد أن ما يحتاج السوري أن يخاف أو يقلق باتجاهه، ولكن كل المنطقة ليس فقط السوريين، هو ليس فقط أن الولايات المتحدة واستجابتها العسكرية لهذه الاستفزازات المضحكة من القوات الرديفة. يجب أن يكون هنالك استراتيجية لأمريكا وأي حلفائها شاملة تتضمن نشاطات عسكرية وضغط اقتصادي وأيضا ضغط سياسي، وحتى الآن كل هذا ليس منظما. الولايات المتحدة والدول العربية وأوروبا كل وفي مقابل إيران ونظام الأسد ليست منسقة وحزب الله، وهنا لا أذكر الحوثيين وهم أيضا مشكلة. الجواب على كل هذه المشاكل هو مباشر وواضح. الولايات المتحدة، الدول العربية وأوروبا لديهم كميات ضخمة من القوة والغنى والتأثير إذا أردنا أن نذهب باتجاه واحد، ولكن نحن لسنا في اتجاه واحد الآن. ونحن نقول أن النظام الإيراني ضعيف عسكريا واقتصاديا، ولا ومع هذا لا يدفع الثمن. أريد أن أرى أهم من أي الاستجابة العسكرية المناسبة على ما يقوم به الإيرانيين، أريد عودة إلى عقوبات وتعزيز العقوبات الأمريكية بحيث لا يستطيع الإيرانيين أن يقوموا ببيع النفط ملايين البراميل يوميا، وهذا ما سينهي هذا النزاع. شكرا لك المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا ومدير المركز الأمريكي لدراسات بلاد الشام جويل ريبون. أود أن أعتذر لسعد الشارع وأشكره لأنه لم نمنحك الكثير من الوقت في هذه الحلقة البحث في مركز الشرق للسياسات، كنت معنا من غازي عنتاب. الشكر أيضا للبحث في الشأن الإيراني سعيد شاوردي كان معنا من طهران، وبالتأكيد الشكر موصول للمحلل العسكري العميد أحمد رحال كان معنا في الاستوديو. مشاهدين أشكركم على حسن المتابعة، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني. إلى اللقاء.